بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في باقة أفكار ومشتركين معانا، صباح الخير. احنا النهاردة هنعمل مع بعض موديل الشنطة دي. شنطة جميلة قوي، ممكن تستخدميها في طلبات في شراء طلباتك في السوق. هنشوف فكرتها ازاي بنعملها خطوة خطوة. خليكم معانا للمشاهدة وإمكانية التعلم والتطبيق بنفسك بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل شنطة جميلة قوي من بواقي الأقمشة، بتتكون من 3 أجزاء زائد البطانة. الجزء الأول ده الجزء الرئيسي في الشنطة، طوله 89 إلى 90 سنتي، عرضه هنا 36 سنتي. الجنب بتاع الشنطة هيبقى جنبين، هيبقى الطول كل جنب منهم حوالي 40 سنتي، والعرض هنا 14 سنتي. انا هلزق الفازلين المقوي على الوش الخلفي والوجه الثاني ده وعلى الجزء الرئيسي، وهنشوف ده مع بعض دلوقتي. يهمني قبل ما اخيط اظبط الشغل كويس جدا، لان التمكين الاعداد للشغل اهم من الخياطة نفسها. فانا عشان اظبط الجنب مع الشنطة باخد هنا ال 12 سنتي واقسمها في النص، اعلم علامة هنا، وهنا النص بتاع الجزء الرئيسي او البادي بتاع الشنطة. هعمل كده، اظبط النص ده مع ده كده اهو، وابتدي احط علامة هنا قصاد دي وعلامة هنا قصاد دي، عشان ده اللي هيجي فيها مكان الخياطة بالظبط. وهعمل ده في الناحية التانية. دلوقتي انا علشان اركب الجنب مع الشنطة هقص هنا ما وصلش بالقص للآخر. نفس الكلام في الجزء الثاني هنا، وأكرر ده في الناحية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا دلوقتي هنعمل شكل من شكل القلب ده، هنرسمه على اللون الأحمر علشان نطرزه على الشنطة. انا جبت القماش الاحمر ولزقت عليه الفازلين المقوي، وكده انا عملت القلب. هبتدي اقص. هنظبط عيار المكان على نمرة 5 على الزجزاج هنا، وهنا هخليها على 1.5، وهنبتدي نخيط. وانا بخيط بحاول امشي على الرسمة بالظبط. الناس اللي كانت بتسألني اعمل ازاي الرسمة دي واثبتها، اهو
الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، مش محتاج مكنة تطريز خاصة. ده الشكل اللي بيطلع عندي اهو، هنكمل مع بعض ونشوف. كل ما تمشي بطيء يبقى ده افضل، عشان بيديكي غرز متقاربة، مديكيش غرز واسعة. دلوقتي احنا قصينا شكل القلب الاحمر من القماش، وبعدين هسربه على المكان اللي انا هعمله فيه، والمكان ده انا حددته بحيث يبعد عن الجنب هنا حوالي 7 سنتي، ويبعد عن تانية القماش هنا 10 سنتي، لان ده هيدخل في الجنب الخياطة لغاية هنا، فيبقى هو بعيد من الحافة بشكل كافي. هنشوف كده لما نسربه، لما نطرزه يبقى شكله ازاي. كده احنا خلصنا الشكل بتاعنا وثبتناه. هنبتدي دلوقتي نركب الشنطة على الجنبين بتوعها. فانا زي ما قلت لكم ان انا هنا علمت ال 12 سنتي، هو نفس العرض اللي هنا، وهبتدي احط النص على النص. انا ممكن اثبت بالدبابيس لغاية ما اروح على المكان، لكن انا بفضل السراجة بالابرة، هي بتظبط اكتر من الدبابيس. هخيط كده اهو، لغاية ما اوصل للقص اللي انا عملته بالمقص ده. هبتدي اثني كده كده اهو، وابتدي اخيط الجنب من هنا. وهعمل نفس الكلام من الناحية دي بالسراجة، ونشوف بعد كده على المكنة هنثبتها ازاي. دلوقتي احنا خلاص دلوقتي احنا كده ثبتنا الجنب بتاع الشنطة بالسراجة اهي. زي ما قلنا اهم حاجة مكان ما انا بقص بفتح التانية علشان تتمكن كويس معايا، تديني تشطيب نظيف. هنخيط ده كده دلوقتي ونرجع نمكنه زجزاج. واحنا دلوقتي هنحط كده اهو. دلوقتي احنا هنمكن الجزء اللي احنا سربناه. خلي بالنا بقى انا لغاية ما اوصل هنا بالراحة خالص، واروح موقفة الابرة تبقى ثابتة في القماش، وارفع الدواس لان انا عايز احول الخياطة للجنب التاني كده اهو، واخيط كده. الإبرة تحت، الدواس فوق، وارفع نزل تاني.
الحته لسه تعملها لي. هفك انا بقى السراج اللي انا عملتها دي وابتدي اعمل صف زجزاج على الحواف بدل الاوفر. هنبتدي دلوقتي نشطب على الحواف بغرزة زجزاج بديل الاوفر. لو عندك مثلا اوفر يبقى الموضوع سهل وبسيط، ما عندكيش عندك البديل. برضو هقف بالإبرة دلوقتي احنا هنعدي على طرف الشنطة عشان نثبت الجنب مع الشنطة في الطول ده والطول ده والناحية التانية. احنا عملنا واحدة اهي، هنعمل التانية اهي. دلوقتي انا عملت البطانة عبارة عن مستطيل وتنيته من جوه خياطة واحدة في الجنب، بعدين عملت الكورنر زي ما شرحت لكم بحيث يبقى المسافة هنا 12 سنتي قد القاعدة دي بالظبط. بعدين هعمل ايه؟ هحط دي كده على دي واثبت دي هنا مع دي واثبت دي مع دي. هنشوف دلوقتي ده هيعمل ايه. تمام، بس طبعا هتكون القلبة مع القلبة، يعني هو ده مقلوب وده مقلوب وهنخيط هنا. كده بقى اعدل انا الشنطة، هدخل ده جواها. كده بقى الجنب بتاع الشنطة هاتني انا دي كده وهثبت دي مع بعض. هنشوف دلوقتي احنا هنعمل الايد بتاعة الشنطة. بعملها من 4 طبقات من القماش عشان انا هعمل عدد طبعا 2، وهستخدم اسهل حاجة عندي في البيت اعمل بيها دوران هي الطبق. هاخد طبق من المطبخ وهعمل بيه دوران الشنطة وهنزل هنا على شكل مستقيم في الجنب. طلع عندي الشكل ده اللي هو نص اسطوانة. هاخد انا الايد بتاعتي هنا حوالي 3 سنتي خليها 4
ومن هنا برضو هاخد 4 وفوق هنا 4 وهوصل الخطوط دي 3 بعض في نفس الدوران اللي انا عملته في الاول بحيث يبقوا الخطين متوازين كأنها نص اسطوانة صغيرة داخل نص اسطوانة كبيرة. بعد كده هقص بالمقص واترك مسافة الخياط. عايزة زيادات كتير، خليها كلها حوالي 1 سم. كده تمام. هعمل نفس الكلام تحت اهي، هزود مسافة الخياطة واقص تبقى دي كل اتنين من دول يبقوا الايد بتاعت الشنطة. ادي واحدة وادي واحدة، هلزق عليها برضو نفس الكلام المقوي في ناحية واحدة وخيط هنا وهنا، وهنكمل مع بعض نشوف ده هيحصل ازاي. دلوقتي انا علشان اعمل الايد وتبقى نفس المقاس الايدين زي بعض، فانا هسرج الايد على بعضها وامشي بالسراجة على الخط اللي انا عملته ده، وارجع اقلبه من الناحية التانية وأعلم عليه بالقلم كده اهو عشان يطلع عندي نفس الدوران بتاع الإيد. يعني همشي على الخط ده كده وأعلم بالقلم. والله العظيم بالتموم اللي انت ده نص الايد بعد ما انا لزقت عليه المقوي، هحط عليه الجزء الثاني اهو. وهخيط هنا اهو على المكان، هنا مش هخيط، هخيط ده الاول.
احنا خيطنا هنا وعدلنا الايد ودوسنا عليها من الناحية التانية كده درزة خفيفة. لما اجي اخيط الجزء الداخلي ده بقصقص على مسافات سنتي، وللداخل نص سنتي بس. هرجع انا بقى الجزء ده حتمي كده اللي انا قصيته، هحط عليه ده هسرج برضو خيطه بعد كده على المكان. نشوف بعد كده على المكان هنعمل ازاي. دلوقتي احنا هنثبت الايد بالسراجة برضو على الشنطة من الداخل. ادي النص بتاع الشنطة، ادي نص الايد، وهثبتها هنا بالسراجة. هعمل الايد التانية زيها. ادي النص وادي الايد. البطانة بتاعتي اللي انا هعملها للشنطة عبارة عن كيس مستطيل اهو، بيبقى ليه نفس الاتساع بتاع الشنطة نفس الطول من هنا، لكن حاجي اعمل الكورنر ده هنا في البطانة زي ما عملته هنا، بس ده مش جنب واحد. انا هاخد الركن كده هقيس هنا 12 سنتي وخيط كده، ونفس الكلام في الكورنر التاني. هقيس بقى 12 سنتي وخيط هنا كده. احنا في اخر مرحلة هنثبت البطانة مع الشنطة.
كده احنا خلصنا الشنطة بعد ما دوسنا بالمكنة على الحواف بتاعتها الأربعة في كل جهة كده اهو. وده بقى شكلها في الجنب والقاعدة بتاعتها والإيد، وكمان ركبت لها الجزئية دي عشان نقفلها بكبسولة كده. ده غير انها فيها كبسولة الناحية التانية، انا لما اكون عايزة اخزنها في البيت تبقى سهلة جدا، بطبقها كده وطبقها كده وكده. ودي الجزء التاني من الكبسولة، وبقى انا سهلة اخزنها في البيت عندي، ما تاخدش حيز كبير جدا في الدولاب. إذا عجبتكم الشنطة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان يا ريت ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وهستنى طبعا التعليقات بتاعتكم.